هندخل باول حاجه بتختارها، احنا زي ما احنا قلنا بتختارها من قصب غصر. شوف احنا بناخد عين واحده وضمننها، وبعد كده بيحصل فرز للعيون وبتفرزها بحيث تاخد لو في برع متكسر ما تاخدوش. اما انا في الزراعه العاديه بزرع العود ده كله كامل اللي انتوا شايفينه في الصوره، فبالتالي ممكن حاجات ما بتنبتش او الفلاح وهو بيرميها ما بيكسره. بعد ما اخدها دي هي وباخد الحاجات والعيون وبيفرزها، شايفين الراجل ده بيفرز ايه العيون ويبدا يحطها في مبيد ايه فطري عشان يعقم ايه العين، عشان العين ايه ما يعني ما يكونش فيه اصابات فطريه. الفيديو ده هندي، فبالتالي عندهم امراض فطريه في الارض كتيره، فبالتالي لازم يعقموها. واحنا هنا بنعقم ساعات بنعملها بالماء الساخن، بتحطها في الماء الساخن 50 درجه عشان تعقمها من الامراض الفطريه. بتبدا تحطها تكون مجهز التربه بتاعتك دي هي البيتموس والرمل والتراب، وتبدا تحطها في الاثار اللي هي موجوده دي فيها العيون. وهشوفي بتفرز بيفرز ايه العين، بيخلي العين من فوق، والعين اللي ما فيهاش امبات بيرميها زي ما انتوا شايفين من الصوره اهو. بعد ما خلصنا شكل خالص بيبدا يردم عليها من فوق ادي اهو. بنقول ما تقشرش غير وانت بتشتل، ما تقشرش غير على الشتل، يعني ما تجيبش العيدان متقشره ليه، عشان ما تتجرحش العيون معاه. بعد ما خدناها بيبدا يرصها في الصوبه بتاعته، طبعا هتفضل في الصوبه لمده شهرين. بيبدا تترص معاك على حسب ما انت هتشتغل، تبدا تحط عليها تراب او بيتموس، لو عندك بيتموس غالبا بتكون عندك الخلطة، بترش عليها من فوق عشان ايه تساعد على الانبات. تمام. بعد ما احنا خلصنا المرحلة دي هي وزرعنا وخلصنا الزراعة، بتبدأ الري الطبيعي العادي. ممكن برضو في حاجة طريقة تانية، انك تنبت البراعم، تسيبها يوم او يومين في شوال ويكون شوال مندة وتنبتها عشان برضه عشان تختار البرعم اللي منبت. وممكن تشيل البراعم اللي منبتتش عشان تضمن ادي هي بعد ما نبتت عند 60 يوم. ده الصنف ده هو هندي اللي ما هو موجود، شايفين الشتلة، الشتلة خلاص كاملة ما فيهاش اي مشاكل، وجذورها ودنيتها مرتاحة بتدخل في الارض معاك. خلاص انت ضامن نسبة الانبات وضامن الكثافة النباتية بتاعتك. بعد 60 يوم ما تاخدها في الحقل او عند 30 ل 40 سنتي تبدا تنقلها ايه في الزراعه في الايه الحقل المستديم.